المدافعين، ونزل قفشه بجنبه، ونزل وليد سليمان ناحيه اليمين، واجاييه نزل ناحيه الشمال. تحولها ل 4-1-4-1 في الحته الدفاعيه. ما هو انت في لازم يبقى في مرونه تكتيكيه للامر ده. ليه انا بديت بباتشي؟ عشان حاجه مهمه جدا في الوقت ده، علشان بدات اعمل طرفين ممكن يعملوا له كروسات عرضيه، ممكن احمل عليه قدام في الدياجونال الجري بتاعه القطري، ممكن اديله الكره احمل عليه قدام. بغض النظر عن الفتره اللي ما لعبهاش كتير باتشي، ولكن كونه انه جاب جون الاخير فممكن يكون في دفع عليه كويسه، ممكن تخلق له فرص اكتر، ممكن يبقى في تحدي اكتر. ولكن وليد، انا ليه عاوز العب وليد من وجهه نظري؟ علشان ما ينفعش الغيابات دي كلها وليد برضو يفضل احتياطي. هتوصل الناحيه النفسيه عند وليد، افرض وليد نزل مباراه واثنين وثلاثه هو احتياطي وما وفقش، يبقى حته الاحتياطي عنده الصفه ما بقاش. لا بس عايز اقول لك حاجه في النقطه دي، واضح جدا ان وليد راضي بالوضع دوت، لانه حاسس ان هو لما بينزل الشوط الثاني عشان النجاحات، عشان النجاحات، عشان نجاحات وليد بالظبط. انت لو فاكر وليد صلاح الدين جه عليه لحظه مع هارس، ألان هارس، لما جه عليه لحظه وليد صلاح الدين كان بيقعد احتياطي وبينزل يكسبك، وكان منقذ ليك في اوقات زي وليد سليمان. وليد سليمان على فكره لعيب محترف جيد، شخصيه متزنه، اللي بيخليه يعمل كده ان هو شخصيه متزنه يا كابتن ايمن. ولكن انا في ظل الغيابات دي كتير وما لاقيش وليد يبدا المباراه، انا شخصيا في الحته النفسيه احس ان وليد ممكن يعني ما تبقاش كويسه ليه. كابتن اسامه، تشكيلك السري